نتأمل اليوم مع قديسة توضع أمامنا الكنيسة في مسيرتنا الإيمانية، ألا وهي القديسة حنة. قديسة حنة والدة أمنا مريم، سموها آن أنا، وكانت زوجة لشخص اسمه يوياكيم. كانوا كبار بالسن، ما كان عندهم ولد. ظهر الملاك لقديسة حنة، بشر هذا الملاك هاي القديسة: لقد سمعت صلاتك، ستحبلين وتلدين، سيتكلم العالم كله عن ذريتك. أجابت حنة للملاك: إن أنجبت صبيا أو بنتا أقدمه لربي وإلهي. أنجبت قديسة حنة والأمنا مريم. مريم كانت بالثالثة من عمرها، وأخذ أباها إلى الهيكل وبقيت تتعلم هنا. بالمفهوم الكتابي، عدم إنجاب الأولاد هي نقص بالبركة أو عدم البركة لهذا الشخص. البركة كانت تتمثل ثلاث أشياء: الأرض، الأموال، والأطفال. هذول الكابل ما كان عندهم الأطفال. الله سمع لهذا الصلاة، سمع لهذا الصوت. بسماع لهذا الصوت نتعلم كيفية قبول بركة الله، وتحويل هاي البركة، تحويل هاي الدعوة إلى مجد الله، مو إلنا شخصيا. نتعلم أيضا حرارة صلاة حنة، كانت تصلي دائما بدون انقطاع رغم معرفتها أنه هي ما عندها بركة من الله، ما عندها أولاد، وكانت واثقة تمام الثقة برحمة الله وأنه راح تنال هاي البركة. شلون نحن هاليوم راح ننتظر هاي البركة، بركة من ربنا؟ شلون راح نحول بركة دعوتنا إلى مجد الله؟